بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وهي التي تجعل منه كائنا يتميز بالإنسانية المتمثلة والقدرة على النقد والالتزام والالتزام الأخلاقي. وعن طريق الثقافة نهتدي إلى القيم ونمارس الاختيارات، وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه والتعرف على ذاته والبحث دون ملل عن مدلولات جديدة وحالات إبداع. اليوم الخميس نظمت وزارة الثقافة ورشات لمشروع الاستراتيجية الثلاثية للعمل الثقافي ما بين 2022 و2024، وقد دعت إلى ذلك جل الفاعلين الثقافيين والفنيين في البلاد لبحث هذه الخطة ودعمها والاقتراحات حولها. الليلة نستضيف لنقاش هذا الموضوع السادة الأساتذة الدكتور محمد الحضانة، وهو مستشار وزير الثقافة، مستشار الثقافة مكلف الثقافة والفنون، والأستاذ بونا عمرلي كاتب ومشارك في إحدى الورشات، والأستاذ محمد فال والعبد اللطيف كاتب وكان رئيسا لورشة الثقافة والتراث، والأستاذ الشاعر القاضي والمحمد عينة مشارك في هذه الورشات. مشاهدينا نتابع هذا العنصر التمهيدي ونعود للنقاش. يوم ثقافي وطني طال انتظاره، تداعى له أرباب الثقافة وسدنة القلم برعاية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان للتشاور حول استراتيجية وطنية ثلاثية تسعى للنهوض بهذا القطاع الحيوي ونفض الغبار عن تراث الأمة النابض بالتنوع الغني بكل مقومات العطاء والتميز محليا ودوليا. تتشرف الوزارة اليوم بدعوتكم لمشاركتها في تفكير جاد وهادف حول خطة تطوير ثلاثية للثقافة الموريتانية مستوحاة ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية، لتكون برنامجا واقعيا تتلائم طموحاته مع وسائله وحيزه الزمني. لقد حرصنا على أن تجمع هذه المسودة بين الطموح والواقعية، لذلك نستسمحكم في أن نضع تفاصيلها وتفاصيل آلياتها التطبيقية بين أيديكم، لتشكل خطوطها وعناوينها مسارات منهجية وموضوعية لآرائكم وأفكاركم القيمة. استراتيجية وطنية على مدى السنوات الثلاث القادمة لتطوير الثقافة، يحدد تفاصيلها أهل الثقافة أنفسهم، ويضع معالم كل ركن منها أبناؤه البررة العارفون بمكامن الخلل. تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تطوير القطاع على مختلف الأصعدة، وقد رسمت المسودة خططا فاعلة لتعزيز التعاون الثقافي مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة لتعزيز البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث القادمة وتدعيمها بمنشآت ومبان تحتضن مختلف الأنشطة الثقافية. كما تخطط الاستراتيجية لتكثيف الأنشطة الثقافية وتقديم مضامين ثقافية وطنية تتميز بجودة المضمون الهادف الذي يسعى لوضع بصمة وطنية خالصة في قالب عصري. فما هي أبرز معالم هذه الاستراتيجية الوطنية؟ وكيف لقطاع الثقافة الوطني أن يغتنم هذه السانحة المهمة في النهوض بواقعه وتعزيز حضوره محليا ودوليا؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ معكم الدكتور محمد الحضانة. ما أهم أبعاد هذه الاستراتيجية الجديدة؟ في البداية أشكر مؤسسة التلفزيون على هذه السانحة التي أتاحت لنا من أجل الحديث عن هذه الاستراتيجية التي يمكن أن أقول إنها غير مسبوقة في شكلها وفي مضمونها وفي شراكتها. نعم. فإذا كانت هناك خطط سابقة أو استراتيجيات أولية، فإن هذه الاستراتيجية استراتيجية شاملة، وأريد لها أرادت لها وزارة الثقافة بجميع هيئاتها وخاصة اللجنة التي كانت تشرف على إعداد الاستراتيجية
وبتعليمات من وزير الثقافة وباستنارة من برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. هذه الاستراتيجية في حقيقة الأمر هي ميلاد جديد بالنسبة لموريتانيا، مولد تنادى إليه، عيد مولد لهذه الاستراتيجية قياسا على العقيقة وقياسا على بعض الأشياء التي نجتمع لها. هذه الاستراتيجية تتحدث عن كل أبعاد الثقافة الموريتانية، تتحدث عن الإطار القانوني، وتتحدث عن الإصلاح المؤسسي للوزارة بحيث يتلائم هذا الإصلاح المؤسسي مع طبيعة الاستراتيجية. وتؤطر هذه الاستراتيجية برؤية معينة للثقافة وحضورها في المجتمع الموريتاني، وتستحضر عدة أشياء أو عدة خلفيات. الخلفية الأولى أن هناك تراثا حقيقيا ثقافيا موريتانيا يجب أن يشهر ويجب أن يذمن ويجب أن لا يهمل حتى تكون مساهمتنا في التراث العالمي كبيرة. ثانيا، هذه الاستراتيجية أيضا هي محاولة لأخذ المشعل من أيدي أجيال الاستقلال ومن قبلهم والتاريخ الموريتاني والعلماء الأجلاء والأدباء والكتاب والفنانين وصناعة الثقافة بمختلف تجلياتها من أجل أن يأخذ المشعل للمستقبل ويضعه على جبين الزمن، على جبين التاريخ، حتى تبقى هذه الشعلة التي اشتعلت يوما في هذه الأرض وفي هذه الصحراء وفي هذه الفضاءات كلها، الفضاءات الموريتانية الفسيحة، فأنارت المحيط كله، يريدون لها ألا تنطفئ، وتتحمل أو يتحمل كل جيل مسؤولية ما يعنيه من الزمن والتاريخ من أجل الإبقاء على هذه الشعلة مضيئة منيرة تنشر الثقافة الموريتانية في كل أنحاء العالم وتنشرها خاصة في المنطقة. نعم. في جانب آخر أيضا، الأنشطة الثقافية تطويرها، تشجيع الإبداع، لأن ثمة إبداعا تخلى عنه المجتمع التقليدي وبقي بين مقعدين كما يقول المثل الفرنسي، ولم تتبنى بعض الأنظمة أو الخطط بشكل عام، الخطط لم تتبنى استراتيجية محددة. ثمة تجربة أو تجربة واحدة أو ثلاثان، ولكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الزخم ولا من الإحاطة ولا من الطموح. وبالتالي نحن نريد أن نضعها علامة في زمننا وفي تاريخنا وفي وقتها، نضعها علامة أو مرقاة على طريق الصعود بهذا البلد ثقافيا، لأن الثقافة هي التي تصنع الإنسان، والإنسان هو الذي يصنع الحياة ويبني، وهو أيضا الذي يهدي ولا قدر. شكرا جزيلا. نتحول إلى الأستاذ محمد فؤاد عبد اللطيف، وكان رئيسا لورشة الثقافة والتراث. ما الذي عرضتم أمام المشاركين في هذه الورشة؟ ما أهم الأبعاد التي عرضتم أمام المشاركين؟ وكيف كانت أيضا إضافات المشاركين في هذه الورشة؟ هذه الورشة التي كنت أترأسها كانت مكلفة بالثقافة كما قلت والتراث، وعرضت فيها الوزارة الخطوط العريضة لمشروع هذه الاستراتيجية، جانبها البشري، جانبها المؤسسي، جانبها الثقافي، جميع الجوانب. وقد لاقت قبول وتعطش من المشاركين، شاركوا بكثير من الافكار متعدده المفيده، نقدر نقول عنها لا عنها مفيده وعنها ملي قيمه وعنها مؤسسه وعنها هي بدونها
خارجه من قناعه ذيك ظاهره على بيوت متداخلين علاقه النتيجه اللي قد نستخرج من هذا عن هذه الورشه والله هاي استراتيجيه عدلت انجاز والله ثاني انجازين مهمين. اولا بدقاع قضيه عودانا ترتيبات اللي دباجه الدستور الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه اللي تتحدث عن الثقافه كعامل مع عامل لحمه والوحده شعبيه تتشهد داشي لكم الموس الدستور من ما يقول الى يشوفوه الناس لما ما ياثر عليهم. دستور دباجته متحدثه عن الثقافه كعامل من عوامل تحقيق اللحمه والتلاحم بين مكونات الشعب. نعم. النتيجه الثانيه يبدو لي عن هذه الورشه والله هذه المبادره عنها صعدت بثقافه في سلم الاولويات بها اللي هي الثقافه هذه يضروها شمل الناس يمارسها في اخر سلم الاولويات ويقول يورد فيها مثلا العرب حال الجريضي على جريد القيض وما ثقافه مهمه هي من العوامل المحدده نجاح جميع سياسات بها اللي بشده ارتباطها بالعنصر البشري اللي هو الله ينفذ هذا اللي يعود بها كائن وعالم براسه ويعرف منين واعد ويعرف منين جاي هذا 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 اساسي. ظهر لي عن هذه الورشه عنها جابت قيمه مضافه لبس بها وربما تعود للنوبه نقول شيخ هذا بعد هو قال حاله. نعم. تحول الى الاستاذ بونا عمر لي، كنتم مشاركا في ورشه الثقافه والتراث. ما الذي ناقشتم بتفصيل في هذه الورشه وما اهم ايضا المقترحات المتعلقه بالانجازات وهذه الخطه الاستراتيجيه الثلاثيه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. أنا أيضا بدوري أشكر التبادل الوطنية على هذه الاستضافة، كما أشكر كذلك وزارة الثقافة على إخراج هذه الاستراتيجية الثلاثية للعمل الثقافي، ومن خلال هذه الورشات التي حضرناها طلعنا على مسودة الاستراتيجية التي حددت ثلاث شعارات مهمة تشكل أهداف أساسية وخطة للوصول إلى هذه الأهداف. من هذه الشعارات: الثقافة قاعدة للنهوض بالمجتمع نحو التنمية. نعم، هذا الشعار الأول. الشعار الأول. والشعر الثاني: ثقافة رافعة لصناعة الإنسان الإيجابي. والشعر الآخر: ثقافة صرح موحد لشعب ناهض. هذه الشعارات الثلاثة تجسدت هذه في جملة من الخطط، ومنها خطط التي تؤسس قواعد للثقافة من حيث التقنين ومن حيث المؤسسية ومن حيث الإنشاءات ومن حيث البنى التحتية التي تشكل قاعدة للنهوض بالمجتمع، وكذلك أيضا وجود تكوينات للإنسان ونشر الوعي الثقافي في المجتمع من أجل أن يوجد ثقافة موحدة، ثقافة جمعوية، ثقافة تنمي الوحدة الوطنية. مقترحات كثيرة، منها أنشطة تتعلق بتوفير الفضاءات الثقافية للمجتمع حيث يتواجدون ويطلعون على الكثير من الثقافات المتبادلة، ومنها المهرجانات المتبادلة بين المدن. نعم. ومنها كذلك أيضا إنشاء مراكز الثقافية. نعم. ودورات تكوينية لصناعة المواطن الإيجابي. ومن أهم القضايا التي يمكن نشير إليها
جعل هذه المهرجانات التي توحد المجتمع وتجمع ثقافات جميع المجتمع، جعلها أدوار موسعة فيها نوع من المرونة وإدخال الإصلاحات الضرورية في نمط المهرجانات حتى تكون تلبي الأهداف الكبرى في تنظيم المتوقعة من المهرجانات. فهناك مدن تاريخية معروفة قديمة، هناك أيضا استراتيجية تستحضر مدن التراث، ومدن التراث كل مجتمع الموريتاني وكل الولايات توجد فيها مدن التراث. صحيح. وهذا شيء جديد، يعني تطوير جديد حتى لا ينحصر النشاط المهرجانات والتواصل بين الشعوب بين الشعب الموريتاني لا تنحصر في أماكن محددة، من أجل أن تكون دائرة موسعة ويشارك فيها جميع المجتمع الموريتاني. نعم. الأستاذ القاضي محمد عينة، أنتم شاعر وأيضا يعني متعاطي الثقافة، شتى فنون الثقافة متابع، هل لبت هذه الاستراتيجية طموحات المثقفين في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر التلفزة الوطنية على هذه الاستضافة، وأشكر أيضا وزارة الثقافة على هذه الاستراتيجية، أنها في الحقيقة لما قرأتها بتمعن ما خطر ببالي شيء يمكن أن ينهض بالثقافة إلا ووجدته من ضمن هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية أخذت الثقافة من جانبين، جانب طولي عمودي وجانب أفقي. التكوين أو القوانين، وضع الأسس القانونية، الموافقة أو الاعتماد الاتفاقيات الدولية في مجال الثقافة والتراث، البنى التحتية، أيضا الأنشطة والفعاليات الثقافية، المشاركات والمساهمات الدولية، أي وضع هذه الثقافة أمام الجمهور العالمي وأمام المجتمعات الأخرى لكي نقول للعالم أو للمجتمعات الأخرى ها نحن، هذا تراثنا، هذه ثقافتنا، هذا ما قدمنا عبر التاريخ وعبر الأجيال. يعني هذه من الناحية. من ناحية أخرى، من ناحية الأفقية، تناول الجانبين التراث المادي والتراث اللامادي لهذا المجتمع، سواء كان تراثا مكتوبا، تراثا مرويا، تراثا محكيا، تراثا في الأدوات، في التقاليد، في الاستعمالات اليومية، كل هذا مدرج في هذه الاستراتيجية. في الحقيقة الاستراتيجية التي وضعت أمامنا اليوم، وكانت بالمناسبة كانت هذه كانت سنة لم نعهدها، يمكن لقطاع أن يضع استراتيجية ويناقشها أطر القطاع، يجتمع عليها، يناقشوها، يضع فيها خطط، لكن أن يناقشها الآخرين، أن يدعو الآخرين، أن يستفيد من أفكار الآخرين خارج القطاع، فهذا الجديد، هذا الجديد في هذه الاستراتيجية، في هذه الطريقة من التعامل، هذه الطريقة من التعامل الجديدة. نتمنى أن تأخذ بها العديد من القطاعات الأخرى، لأنها فعلا قد نصف عقلك عند أخيك، قد تكون هناك أفكار جميلة ومفيدة ترفع، تبقى ثقرات يغطيها الآخرين ممن ليسوا معك في القطاع. عادة الواقف خارج الحلبة قد يرى ما لا يراه الواقف فيها، فهذه من الأمور التي
أعتبر أن هذه الاستراتيجية متكاملة، لو نفذت كما ينبغي بالطريقة التي تنبغي، أنا أؤكد لكم ستضع موريتانيا، ستختصر الكثير من السنوات في 3 سنوات، وتضعنا في مكان لائق أمام العالم، أمام الثقافة العالمية، أمام التراث العالمي، وستمكننا من العودة إلى الريادة، وأتمنى ذلك. نعم دكتور محمد، ماذا نعني بالأسس القانونية في هذه الاستراتيجية؟ هو القانون هذا هو الذي تحرر من الكلام باللغة العربية بيلي على مذهب الرئيس هو الأسس القانونية هذه هي روح العمل، اللي هي اللي تنظم ذلك، قال له تنظم العمل زمنيا وتنظم فعليا وتنظم مكانيا، أنها هي التي تقوم بتوزيع الفعلي على أجزائه الأساسية وعلى مساحاته الأساسية، نعم، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا يقع تداخل بين المهام، وحتى لا يقع اختلال في المسار، فهو ضمان أولي أو دليل لكي تسير الأمور على قواعد، فهو نوع من تقعيد العمل المسبق، أو هو نوع من الاصطلاح على برنامج معين يسير عليه الجميع، برنامج مطلق ليس برنامج محدد، وليس برنامج لصالح شخص أو لصالح مجموعة أو لصالح أي شيء، هو قانون قابل للتطبيق من طرف أي كان، ويصدق على أي كان، وينطبق على أي كان، نعم، فهو أساسي بالنسبة له، الأسس القانونية أساسية للعمل. ثم ما يسمى تبعا لذلك الوضع المؤسسي، ليست هناك مؤسسة قابلة لأن تكون مؤسسة إلا إذا خضعت لقانون معين، وإن يكون هذا القانون أيضا قانونا عادلا ومنتظما وملزما، لا بد من ذلك لكي تكون المؤسسة موجودة، والمجتمع كان يصنع الثقافة بطريقة. نعم دكتور، إذا أزلنا هذا الغطاء الاصطلاحي على هذا الموضوع، إذا أزلنا الغطاء الاصطلاحي عنه، ما الذي يعنيه التأسيس القانوني أو الأسس القانونية في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالثقافة والأساق الثقافية خاصة؟ في مجالات متعددة، في مجالات عمل الشركاء الثقافيين مثلا، أضرب مثلا فقط، عمل الشركاء الثقافيين مع قطاع الثقافة يجب أن يخضع لنوع من الالتزامات المتبادلة، بمعنى أن لا تكون الثقافة منتجة لما يناقض السكينة الاجتماعية والوحدة الوطنية والضوابط السلوكية، أي لا ننتج ثقافة مضادة لتكوين المجتمع. في هذه الحالة إذا قيدنا إذا هذا ليس تقييد وإنما هو نوع من الترشيد، كذلك أيضا حتى لا تتغول الهيئات الرسمية على المجتمع المدني المشتغل بالثقافة، يجب أن تكون هناك ضوابط تكبح هذا وتمنع هذا من أن يؤدي أداء غير ليس لصالح المجتمع. فالوزارة يحكم علاقتها بالفاعلين الثقافيين، الفاعلين الثقافيين هم اللي يعدلوا الثقافة، هم اللي ينتجوا المسرح، وهم اللي ينتجوا الرواية، وهم اللي ينتجوا الشعر، وهم اللي ينتجوا السينما، وهم اللي ينتجوا الفنون، وهم اللي ينتجوا كل شيء. وبالتالي لا بد أن تكون هناك أولا جمعوية، روح جمعوية للتعاون على العمل الثقافي منظم، ثمة الإبداع، الإبداع لا قوانين له، الإبداع لا يخضع لقوانين لأنه اختراق للمألوف، عادة أصله اختراق للمألوف، مألوف العادة، ولكن على نحو خارق وعلى نحو إيجابي قد لا يفهمه المجتمع في وقته
ولكن في وقت لاحق يفهمه. ولكن هذا ليس مجال القانون، مجال القانون هو السلوك وصناعة الثقافة والتداول بها، وهو الذي ينظم العلاقة ما بين الشريك الثقافي أو الفاعل الثقافي والمشرف على الثقافة. أريد أن ألاحظ ملاحظة، وهي أن الدولة يجب أن تحتضن الثقافة، لأن المجتمع التقليدي كان يحتضنها بطرق أخرى غير مؤسسية، التشجيع، الأوقاف، الاحترام، العناية، ولكن هذا المجتمع لم يعد موجودا. فمن يشجع الثقافة؟ لا بد أن تكون هناك مؤسسات. ولذلك فإن الدولة يجب أن تعمل على أن تكون الثقافة في أولوياتها. ثم من يرى أن الثقافة ترف، هذا غير صحيح. الثقافة في مخ الفعل الاجتماعي، لأنك إذا صنعت إنسانا عاقلا فقد أوجدت مالا. نحن هنا نستطيع بالثقافة أن نحول القيم الرمزية إلى قيم مادية. نعم، في محور لاحق سنناقش علاقة الثقافة بالتنمية بشكل عام وأيضا بالاقتصاد ربما. الأستاذ بونا، في هذه الورشة، ورشة الثقافة والتراث، تطرقتم إلى مهرجانات ثقافية مثلا، إلى يعني فعاليات ثقافية متعددة. ما الذي لفت انتباهكم في طرح هذه المقترحات وهذه الاستراتيجية بشأن هذه الموضوعات؟ نعم، سبقا أشرت إلى شيء من هذا. نعم، أن هناك كما قال الدكتور الثقافة لابد أن تنطلق من هذه الاستراتيجية، لابد أن تنطلق من قواعد معينة من أجل تشريع كثير من الأمور التي سوف تنفذ، لأنها أمور معظمها جديدة. والذي قلت لكم أنه لفت نظري في المسألة المصطلح الجديد للتعامل مع مهرجانات، بعض المهرجانات. هذه قضية مهمة، وأيضا مراجعة طريقة تنظيم مهرجانات. هناك نعم، هناك إحداث أو استحداث مهرجانات، وهناك مهرجانات تم يعني تطويرها. نعم، معنى ذلك هناك تحديث في النظام السابق للمهرجانات للمدن القديمة، المدن التاريخية، وفي أيضا آليات من أجل نشر هذه المهرجانات، توسيع دائرتها من أجل أن تعم الفائدة ويحدث نوع من التفاعل الإيجابي بين جميع ثقافات. نعم، لكن ما الجديد المجتمع؟ نعم، ما الجديد تفصيلا في ما الذي سيكون جديدا تفصيلا في هذه المهرجانات، في تنظيمها، في المضمون، المضامين بشكل عام؟ المضامين التي سوف تتغير في هذا المجال يخضع لآليات أخرى عند الوزارة. نعم، ما ليست متناول، لكن ما الذي اقترحتم أنتم كمشارك في هذه استراتيجية؟ نعم نعم، لأنه حقيقة فيه وعدت الوزارة في إطار هذا التشاور بإحداث هذه الوسائل التي تضمن أي تغيير. يعني منها سيكون مؤسسيا، يعني منها سيكون متعلقا بالفاعل تتعلق بتطبيق. وعندما يكون هناك مراسم تطبيقية أو يكون هناك خطط للتنفيذ الميداني لهذه الطموحات، عندئذ فيتجسد ما هو التغيير التفصيلي اللي يحدث في طريق نمط المشاركين ونمط الفاعلين الثقافيين في المهرجانات، ومواضيع المقترحة في المهرجانات، وطرق الإنشاء، وطرق الإشراك ومشاركة مع الآخرين. هاي كلها مقترحات في إطار تنشيط وتطوير وتحسين أداء المهرجانات، أداء هذه المهرجانات. نعم، وهذه الفعاليات بشكل عام. نعم، الأستاذ محمد فار، كيف كان تعاملكم مع التراث، تعامل هذه الاستراتيجية مع التراث؟ هذه الاستراتيجية فيها اللي نقول لكم، فيها عنها مفروض عنها قامت بشيء قال له مسح معرفة ما هو الموجود وإجراء تشخيص نقاط ضعف.
هذا قد يقعد معاه موجود بصفه واضحه في الطباغط غير يلتمس حد قرا الاستراتيجيه يعرف عنها هو 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 الخيط اللي يجمع منها هذا اساسي. ثانيا تعاملت مع التراث مثلا قالت عنه في الشيء من الزوزيه اللي معدل وزوزيتهم قارنه بها وقالت عنها لقيت تتلافى ذاك العيش وفي الشيء زين وقالت عنه ماذا يشجع فهمت الهباط اللي يعطي سبيل العقل من المواقف غير انا هون نختار ان ننتهز فرصه وننبه على روايه مهمه وعودانا وزاره الثقافه روايه كبيره في هذه الحكومات الاوروبيه فرنسا وزير الثقافه فيها روايه كبير وقف في الحكومه سياديه 200 كنت الاسبوع الماضي نطالع معجم المصطلحات العقاريه وجبرت فيها قانون معدل وزير الثقافه ينقالوا اندري مارلو لا لوا مارلو منظم فيه كيفيه القواعد العمرانيه معناها انه مش بعيد عن شماهم لما المسرح هذا عاد تسيير المدينه وشماليات هذا نروح نختار مسؤولين العموميين وفاعلين يعودوا متشبعين بها وتعود ما هي حد قالها ما قال شيء خارج عن العادة هذا نختار الدولة ونختار المسؤولين يعودوا عندهم لكن هذا أيضا في جانب يتعلق أيضا بالفاعلين الثقافيين أو منتجي الثقافة لا شك لا في جانب يتعلق يعني مثلا تعاطيهم مع الثقافة باعتبارها نماط جامدة هذا أيضا يساهم في هذه لا شك بقى هم تعرف كيف قال قبيل الدكتور ولا بد الثقافة لا بد لها من حاضر هذا جميع من عهد العباسيين عهد الخلفاء العباسيين ينقال عن صالون في فما تيجي صالون في من بالباب من الشعراء خالق قاعة كبيرة عند دار الهارون الرشيد ساكن فيه الشعراء ويعيط لهم من بالباب من الشعراء ويعيط لهم وينعرف منهم ومجيور لهم الأخلاق حتى ويوقع يوظف الشيء قاع مثلا ما هو قاع قبال الثقافة وحاجة اللي ما اللي إلا الأسبوع الماضي ما اللي كنت طالع كتاب رأيت فيه عن ابن العميد تعود تعرف وش وزير شهير من العباد قال عن حد مترشح للعمل في ديوانه لا بد من يعود قد يحكي يعدل له عرض على تاريخ بغداد ومقومات بغداد ويعود مولي على إلمام مؤلفات الشحر حد ما شح هذا الامتحان يوادع ويقول ودعتك المولانا ما يعطيش يمشي هذا معناها يعني ثقافة ثقافة رواية كبيرة رواية كبيرة ونختار أنا الفاعلين الثقافيين والسلطات العمومية تعود على وعي بهذا نعود على وعي الهنين دور الآخر كامل يخلق تلقائية هذا بعد ما عندي له نقول أستاذ قاضي بما يتعلق بفنون الأداء والفنون الجميلة بشكل عام ما الذي أضافت هذه الاستراتيجية لهذا المجال؟ أعتقد أن إنشاء بنية تحتية تضع الفنون في خانة الواقع وتضع الفاعلين الفنيين أيضا أمام دورهم الذي ينبغي أن يقوم به والاستراتيجية تبوب على عدد لا بأس به من البنيات التحتية التي يمكن أن تشكل أساس مهم وانطلاقة جيدة للأداء الفني أيضا تشجيع المبدعين بإنشاء مسابقات بالنشر بإنشاء مطبعة بنشر التراث وتشجيع المبدعين بنشر ما أفرزته جائزة شنقيط على مدى مراحلها الماضية كل هذا يدخل في إطار دعم الثقافة ودعم الفنون بشكل عام لكن دعم
القائمين على الفنون أو العاملين في الحقل الفني وإنشاء مؤسسات بنية تحتية، يعني بنية تحتية يمكن أن يستخدم هؤلاء ويستفيدوا منها وتكون لهم قاعدة انطلاق. أعتقد أن هذا أمر يشكر. نعم شكرا. نتابع مشاهدينا، نتابع الآن لقاءات أو مداخلات مع بعض الفاعلين الثقافيين بشأن هذه الاستراتيجية. تطرقنا لعدة موضوعات وأثرنا نقاش عدة نقاط حول عمل الوزارة في الثلاث سنوات القادمة 2022 ل 2023 و 2024، وناقشنا عمل استراتيجية الوزارة حول بناء المراكز الثقافية ومهرجانات مدن الضفة، وأيضا تحدثنا عن عمل استراتيجية الوزارة في تشييد القصور الثقافية. المواضيع جيدة جدا، استراتيجية جيدة جدا، ولو استطاعت الوزارة أن تنفذ هذه الاستراتيجية كما هي مكتوبة أمامنا الآن، فأعتقد أنه تكون الوزارة قد يعني تقطع أشواتا كبيرة جدا في مجال العمل الثقافي. ورشات متخصصة لتعداد استراتيجية لثلاث سنوات لقطاع الثقافة، وهذا مهم جدا للموريتاني به النهوض بالثقافة يسمح للدولة بتعود وجهة بعد قاع في الأمم، وتعود مولي تسمح مولي للموريتانيين أنهم يجبروا شيوح له فيه مفيد. في ورشة هنا تناقش أخبار ذوك الفنون كاملين، وشدينا فيهم الأخبار وأدينا مقترحاتنا وجهت نظرنا، متوافقين على ذاك اللي قدمنا كامل مشي، وقايلين عنده الحمد لله يدور لا ينجح، وإحنا بعد بذلنا فيه ذاك اللي يعطينا بذلوا فيه نجل نجاحه. ونعرفوا عن الوزارة ما بخلش اليوم به اللي أول مناسبة عدوا شدوا فيه الأخبار بيناتنا وتعطاوا الرأي، والرأي كامل عن 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 الساحة الثقافية الموريتانية واللي فيها كامل مشيالته ينتهض به ويمشي لفوق. جينا هذا النهار اليوم هون في هذا اليوم التشاوري، يوم مبارك، واتمونا كنا على انه حضرنا بذل الله وعدل، درنا فيه بصمات انشاف وعاقب وعطينا اقتراحاتنا، وهذا انفتاح جديد. ونشكر من المنبر رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، ونشكر وزير الثقافة المختار والداهي على هذه اللفتة الكريمة، وهذا حضرنا حضورنا اليوم وهذا اليوم التشاوري سمعت بهذا التشاور. هذا اليوم التشاوري حول الاستراتيجية الثلاثية لقطاع الثقافة كان حدثا مهما، وأعتقد أعلن قطاع الثقافة بحاجة لنهضة جديدة. هذه النهضة يجب أن ينظر لها في البداية بشكل جيد، التفكير فيها بشكل جيد، وهذا ما حدث اليوم من خلال هذا الحديث المتبادل ما بين المثقفين والعامل في الفاعلين في المجال الثقافي، الذين طبعا عمقوا الخطاط الأولية لهذه الاستراتيجية الثلاثية. وأعتقد أن هذا الحوار سيؤدي طبعا للوصول إلى خلاصات مهمة من شأنها طبعا أن ترفع من شأن العمل الثقافي في موريتانيا. أعتقد جازما أن ما جاء في خطاب معالي الوزير كان فيه تقدير وتكريم لنا كفاعلين ثقافيين، ونحس بنوع من الارتياح حين
يكون المشرفون أو القيمون على قطاع الثقافة يحتفون بالفنانين والفاعلين الثقافيين. قدمنا ملاحظات مهمة على البرنامج الذي قدم لنا. نعتقد أن سنة التشاور هي السنة التي يمكن التعويل عليها لتقديم منتج ثقافي يعبر عن الموريتانيين. نحن فرحون بإعلان جائزة الفنون الجميلة باسم رئيس الجمهورية، وهذا بالنسبة لنا رد اعتبار على الأقل، على أن حسينا على الأقل على أن جهودنا على الأقل ذمنت من طرف رئيس الجمهورية، ونحن محتاجين على الأقل لاستراتيجية ثقافية فاعلة وتفعيل الفنون بشكل خاص، لأن الفنون وحدها هي القادرة على أن تجمعنا جميعا، أن نصنع لوحة فنية موسيقية أو مسرحية أو فيلما سينمائيا يتكلم بكل اللغات الوطنية، بالحسانية، بالعربية، بالبولارية، بالسنوكية، بالغرفية، وهذا هو الفن الجامع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وقد انضم إلينا في هذا النقاش الذي نناقش فيه مشروع الاستراتيجية الثلاثية للعمل الثقافي 2022-2024. انضم إلينا الأستاذ الخليل النحوي، مرحبا بكم. أستاذ الخليل معكم نبدأ، وكان العنوان للعام 2022 الثقافة قاعدة للنهوض بالمجتمع نحو التنمية. كيف تؤسس بلادنا لهذه القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا جزيلا للموريتانية، وشكرا لوزارة الثقافة، وتحية لها على هذه السنة الحميدة التي سنتها مسبوقة إليها في بعض الأحيان، ولكنها سنة نحتاج إلى ترسيخها. استأذن قبل محاولة الرد على سؤالكم في أن أشيد بمقاربة الشورى، لأنها مقاربة ثقافية بامتياز، هي مقاربة للحياة في كل دروبها ومسالكها، ولكنها بناء لثقافة أصيلة عندنا، ولكن كثيرا ما تغيب عنا، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقافة وبنائها حتى تكون الشورى تلك الفريضة المنسية، أخت الفريضتين الصلاة والزكاة، حتى تكون هذه الشورى سنة متبعة مرعية في كل شأن النبال وفي مقدمة الشأن الثقافي. أعتقد أن هذه المقاربة تميزت في اللقاء الحاشدي الذي شهدناه اليوم، تميزت أيضا بمسحة أخرى نحن إليها بحاجة. الوزارة اجتهدت بأن تلم شمل الطيف الثقافي بكل ألوانه وبكل أجياله، أن تصل من فصل وترتقى من فتق من العلائق والأواصر والصلات بين أجيال من الفاعلين والناشطين في الحقل الثقافي، وبين حقول ثقافية تبدو أحيانا بمثابة جزر متنابذة لا صلة بينها. اجتمع اليوم أهل الشأن الثقافي، وكنت سعيدا بلقاء وزراء ثقافة سابقين. نحن هنا بحاجة أيضا إلى مفهوم أن الدولة والإدارة استمرار، أن نخرج نهائيا من ثقافة كلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله العافية، وأن نبني ثقافة تراكمية في شأننا كله. سعدت بأن وجدت الوزير السابق الأستاذ محمد محمود الودادي، وجدت الأستاذ محمد فهد الشيخ، سعد الله السالم المعلى، كلهم وزراء ثقافة سابقون. تمنيت لو أنني لقيت هناك الأستاذ أحمد سيدي بابا، اللي هو أول وزير ثقافة عرفته شخصيا في بلدي، وكان له دور تأسيسي
بعض المنشآت والمؤسسات الثقافية الكبرى ولدت في عهده، ولكن بالتأكيد كان له عذر في الغياب. والأهم ربما من ذلك كله أننا وجدنا أجيالا من صناع الثقافة يجتمعون تحت سقف واحد ويتدارسون الشأن الثقافي. نحن بحاجة إلى هذا النوع من العمل، وبحاجة إلى أن نبني به ذاكرة جمعية مشتركة، وأن نصل تلك الرحم المادة المهجورة غالبا بين الأجيال وبين الأنواع حتى الثقافية، وهي سنة حميدة نرجو أن نتبعها ونرعاها حق رعايتها في سائر المجالات. الشأن الثقافي في بلدنا له خصوصية كبيرة، لنقل إن هذه الخصوصية الثقافة رافعة وأداة إقلاع في العالم كله. الوضع الطبيعي أن نسأل في أي منشط تجاري أو صناعي عن البعد الثقافي فيه، هل ينضبط بضوابط قيمية وثقافية؟ لكن انعكست الأمور تحت زحف المادة والحسابات السريعة الآنية الناقص والزائد، ورغم ذلك عاد العالم اليوم ليفتح عينه، وبرنامجكم عين مفتوحة، عاد العالم اليوم ليفتح عينه على محورية الثقافة في الشأن الاقتصادي والتنموي. هذه المحورية معترف بها اليوم عالميا، ومن مطلع هذه الألفية والناس يتحدثون عن مصطلح شبه جديد هو الاقتصاد الثقافي، إلى مصطلحات بعضها سبق ظهر في القرن الماضي، اقتصاد المعرفة، اقتصاديات الثقافة، مؤخرا اقتصاد الإلهام. هذه مصطلحات جديدة تحيل على أن الثقافة تلد وتنتج المال، ليست مجرد قيم معينة، هي تراث مادي ولا مادي وثقافة حية وما إلى ذلك، لكنها أيضا رافعة للتنمية وأداة للإقلاع. إذا نظرنا من حولنا نجد اليوم على سبيل المثال أن أكبر الشركات العالمية المعاصرة في إحصائيات عامنا هذا 2021 العشر شركات الأولى تتصدرها شركة هي شركة ثقافية بامتياز، شركة صناعة ثقافية صحيح أبل، ومن ضمن العشرة الأوائل مايكروسوفت وأمازون، وأربع شركات ثقافية على الأقل ضمن العشرة الأوائل يبلغ مجموع قيمتها السوقية ما يناهز 7 تريليون دولار، رقم فلكي خيالي بالنسبة لنا. يعني الثقافة منتجة لإحصائيات العامة في العالم تقول. لكن أستاذ هذا يطرح الآليات التي نصنع نحن بها الثقافة، هل تختلف عن آليات، هل لابد أن نساير العالم في صناعة الثقافة؟ لا نسايره، نسايره، نواكبه، نساوقه، ولكن نسابقه. من حسنات وثمار هذه الثورة الرقمية الجديدة أنها أعانت على تقليص الفجوة. كانت هذه الفجوة بين العالم الثالث والعالمين الآخرين كما يسمونه في الاصطلاح الحديث، كانت هذه الفجوة تتسع وتزداد بمتوالية هندسية، ومع المتوالية الهندسية لا يؤمل أن تتقلص. الثورة الرقمية الجديدة كسرت هذا الحاجز وسهلت جسر هذه الفجوة وتقليصها، ردم الهوة، وأصبح بإمكاننا أن نلحق سريعا بالركب، ليس فقط بل أن نسابقه. دول ليس لها اقتصاد، ليس لها موارد طبيعية، مثل سنغافورة على سبيل المثال التي لديها مشكلة مياه مزمنة وليس لها موارد، الآن بالصناعات الثقافية تصدرت القائمة، اختزلت هذه المسافات، طوت المسافة،
وهذا متاح لنا جميعا. الذكاء البشري ذروة مشاعة لا يملكها جنس دون جنس ولا شعب دون شعب، هي مشاعة. الفرق هو قدرتنا على تفعيلها وعدم قدرتنا على تفعيلها، وهنا يأتي أهمية الثقافة بالنسبة لنا، لأن العلاقة بين عملية الإقلاع التي تحيل غالبا على أبعاد اقتصادية هي عملية تنموية بامتياز بمفهوم التنمية الشاملة الذي لا يقتصر على مفهوم النمو الكمي فحسب، لكنه يهتم برفاه الإنسان وبقيم الإنسان. وفي هذا المجال الثقافة اليوم تستطيع العلاقة بينها وبين الاقتصاد يمكن أن نلاحظها من وجهين، أحدهما اقتصاد الثقافة والثاني ثقافة الاقتصاد. اقتصاد الثقافة هو هذه الحالة الجديدة التي جعلت السلع الثقافية تصبح مورداً كبيراً للثراء والنماء حتى لدى الدول التي لا تملك ثروات طبيعية. السلع الثقافية أصبح لها سوقها، تقدر اليوم نسبة الاقتصاد الثقافي إلى مجمل الاقتصاد العالمي ب5%، وهي نسبة تزداد باستمرار. ثقافة الاقتصاد هي أهم شيء بالنسبة لنا. جواب على سؤالكم، نحن بحاجة إلى أن نخلق ثقافة اقتصاد. نعم. ويمكن أن نعود إلى هذا إن شئتم حتى. نعم، شكرا. الأستاذ الدكتور محمد الحضانة، الأستاذ الخليل تحدث عن أننا ينبغي أن نسابق العالم بدل أن نسايره. نحن في موريتانيا، الثقافة في موريتانيا تحتل مرتبة عليا في الشأن العام، مثلا في التعاطي على الأقل في المجتمع مثلا، والمادة الثقافية أيضا موجودة. كيف نساير بهذه المادة الثقافية أو نسابق بهذه المادة الثقافية؟ وأيضا هل تنشد الثقافة لذاتها أصلا؟ ردا على السؤال الأول، كما قال أستاذنا، في حقيقة الأمر الأمور ممكن العالم جسر له، وأصبح الذكاء واستغلال المتاح الرقمي واستغلال الذكاء أو المبادرة والإرادة والاقتناع بإمكانية الأداء الجيد وترتيب الأمور من أجله أصبحت قادرة على تقريب المسافات التي كانت متباعدة. هذه ملاحظة صحيحة ودقيقة. بالنسبة لنا نحن لدينا المادة، مادة ثقافية. هذه المادة الثقافية لا تقل شأنا عن المادة الثقافية المتاحة في فضائنا العربي والإسلامي، بل أحيانا تتصدر. وعادة لا يعرف السباق من الخيل إلا إذا وضع في مضماره وسابق الخيل، ونحن نقول مثلا سابق يجري وحده. لكن عندما نسابق الجيادة فإننا نعرف السباق منها وغير السابق. السباق، هذه المسألة عندما دخلنا إلى المنافسة العربية أو الإسلامية فإننا فزنا في الثقافة، فزنا في مجالات معينة من الثقافة، وبالتالي فمجال تميزنا ومجال ذكائنا منصب على مسألة مهمة وهي الثقافة. الثقافة في حقيقة الأمر في تعريفها العام هي كل المهارات البشرية وكذا والمهارات الذهنية إلى آخره، هذا التعريف الأنثروبولوجي أو التعريف علم الإناسة. هذا بالنسبة لنا نحن لدينا مهارة تراكمية، وهذه المهارة التراكمية هي التي تجعل شابا غرا يقف في محفل عربي كبير به الشيوخ وبه المتوسطون وبه كذا، وما يسمى بمركزية الثقافية العربية
وينافسهم ويفوز عليهم، وهو جاء من البادية أو جاء من قريته أو لم يكن يعرفه يعرف هذه الأشياء. معناه أن هو جذوة الإبداع كالجوهر، أينما وضعتها أشرقت وأضاءت. أين من أين جاءت؟ هل جاءت من ركام من الغبار أو جاءت من تحت جبل رملي أو كذا؟ هذا لا يهم، المهم القيمة نفسها. وأنا ألاحظ أن المجتمع الموريتاني عندما هجر الثقافة تكالب على القيمة المادية ونسيت الدولة أن التدبير ما هو بلتيك. بلتيك ما هي التدبير؟ التدبير يشمل منظومة من القيم، منها الإتقان، منها الاجتهاد، منها الإخلاص، منها القدرة، الذكاء، منها الفكرة، ومنها الأداء الفني، ومنها الأداء الأدبي، لأن الأفكار هي التي تحفز هذه الأشياء. في مرة حضرت الحوار السامي للأمم المتحدة سنة 2014 على ما أذكر، 2014 نظمت الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام المتحدة ندوة دولية سامية عن الثقافة كرافعة للتنمية، وحاضر أمامنا وزير الأول المكسيك، فقال حدثنا عن دراسة قامت بها دولته حول أهم القيم التي تجلب المال، أهم القيم الربحية، ما يسمى بالقيمة المضافة، أي ممارسة بشرية هي التي تعطي أكثر. فقال لنا إن سوق الأوراق المالية هو أربح شيء، والدولار فيه يربح سنوياً 100%، لكن الفكرة الثقافية والمنتج الثقافي يربح، دولار فيه ما استثمر فيه يربح 15 دولاراً، وبالتالي فهي أربح شيء في العالم. الفكرة هي أربح شيء في العالم، لا، والفكرة الثقافية هي أربح شيء في العالم. نعم. الفكرة الثقافية أيضا أو الثقافة أيضا هي المسؤولة عن السلم الاجتماعي. أي ربح أكبر من هذا؟ هي المسؤولة عن نهضة الإنسان ونزاهته وإيمانه بوطنه ودفاعه عنه، وبالتالي فهي أيضا لها قيمة ربحية مرتدة على المجتمع، ولها قيمة أيضا خارجية. بالتالي فالقيم الثقافية الآن ثمة دول تعتمد على المنتج الثقافي باعتباره منتج ثقافي، باعتباره مدرا للدخل، الصناعة السينمائية في أمريكا مثلا، أو المسلسلات في مصر، أو معرض الكتاب في بعض الدول، هذه صناعات ثقافية، مسرح وما إلى ذلك، وحتى التداول بالأفكار الثقافية وحتى الإبداعات، هذه إذن تعطي نعم. تعطي الكثير من نعم. ناحية إذن هي رابحة. تحدثت فكرة واحدة، تحدثت عن تحويل القيم المادية إلى قيم رمزية، وتحويل القيم الرمزية إلى قيم مادية. وأهم السلعة في هذه القيم الرمزية التي تتحول إلى قيم مادية هي الثقافة. نعم. إذن إذا تبعد مادي قد تكون ذات بعد مادي أيضا أخلاقي أيضا. أستاذ القاضي، في مداخلة له اليوم بهذه الورشات سيد معالي وزير الثقافة تحدث عن إعادة الاعتبار لجميع الأنساق الثقافية باعتبارها إذن مشتركا منفتحا على مختلف الثقافات. من هذا المنطلق كيف شاركتم بالنسبة
الثقافة خاصة في المجتمع الموريتاني تعتبر خيطا ناظما لهذا الشعب. الثقافة على ضفة النهر، والثقافة في الحوضين، والثقافة في آدلال وتيرس وعلى شواطئ المحيط الأطلسي لها خيط ناظم واحد وخيوط متعددة فرعية. الخيط الناظم الواحد الأول هي الثقافة الإسلامية، الخيوط الناظمة المتعددة هي هذا الثراء في القيم المحلية لكل منطقة، هذا الثراء في الفولكلور الشعبي لكل منطقة، هذا الثراء في الأمثال الشعبية والتي تكون أحيانا مشتركة في 80% أو 70% منها، سواء كانت بأي لغة من لغات الوطن. تجد نفس المثل عند البولاريين، تجده عند الصنونكي، تجده عند الناطقين بالحسانية، تجده عند الولوف، هو نفس المثل لكن يستخدم بصيغ مختلفة. إذن هناك ما يجمع ثقافيا أكثر مما يفرق، وما يفرق أيضا لا يسمى مفرقا، إنما هو اختلاف، والاختلاف بيني وبينك وبينك وبين هذا وبينك وبين الآخر وبينك وبين الأخ الشقيق الذي تربيت أنت وهو في بيت واحد من أب وأم واحد. هناك اختلاف، هناك له ميزات لك ميزات، تحب ما لا يحب ويحب ما لا تحب، لكن هذا لا يضع لا يجعلك متباعدا معه. إنما يمكنك أن تستفيد من هذا التعدد، من هذا الاختلاف في الثقافة، من هذا التنوع الثقافي إنجاز القول، فتكون الثقافة عامل موحد وليست عاملا مفرق. نعم، شكرا. الأستاذ محمد فال، في العنوان للعام 2023 الثقافة تكريس لصناعة الإنسان الإيجابي، تفكيكا لهذا العنوان وتنزيلا له على العناوين الفرعية أو لصناعة الإنسان الإنسان الإيجابي. الإيجابي الله. نعم، هذا تفكيكه سهل. أولا تفكيكه يعني مقارنة مع العناوين الفرعية في هذا البرنامج الاستراتيجي. معناها عن وانتظر من الثقافة، من السياسة الثقافية عنها تكون إنسان محصن ضد الانحرافات ضد الوعي اللي قاله هما السلبي، وقال قلنا قبل عن الوعي السلبي عنها ما تنقال غير هي بعد الدخل قام ترجمة كلمة فرنسية ينقالها لا موفيس كونسيانس. بعد أحمد اختار فرصة باطن دار نقول الشيخ قبل اعترض لنا عليه تشوه الوعي معناها يعود الإنسان محصن ضد تشوه الوعي، معناها عنه عنده ذوك الأمصال اللي ما تخليه ينحرف عن جادة المواطن الصالح اللي يعتبر لبنة من المجتمع الصالح. نعم. هذا أساس، وهذا يحيل على موضوع طرقوا اليوم المحاضرين هي علاقة الثقافة مع بعض من القطاعات، خصوصا قطاع التربية التعليم. التعليم هو تعليم عنده دور كبير في النجاح، ولا بد قلتها ما قدرت نجبدها جبدة طويل من هي بعد طويل حتى طويل قضية علاقتهم بها. ومن اللي ذكروا من المتداخلين قضية ضرورة إعطاء مكان للطفل، الطفل وهو الله يربى وهو لا يقبل مش عليهم أما أشبه يهيئ ما حد إنه صغير الثقافة وعود واعي بعد يعرفوا موريتاني شنو هي ومن وين جاي ومن وين واعد وكذا. هذا ثاره اليوم يبدو انه في 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 في
بالاستراتيجية. يبدون استراتيجية بصفة ما بصفة ما. نعم. غير بعد ما. هناك بناء هناك بناء دور للثقافة في في الولايات وفي مرحلة لاحقة في المقاطعات. نعم. إبراز. غير خالد أصلاً أخطاء من أنا رأيت الكلام نختار ننبه عليه شوي. هو تعرف إنتاج الثقافة خالد. غير خالد من اللي شيء قالوا تسويق. الثقافة. تسويق الثقافة. هيك أساسي وله سهل. ولا نعرف قاعد من مسؤول عنه قاعد أنا والله ما نعرف كم مسؤول عنه الدولة والله الفاعلين والله بعض من اللي بعد طارح أنا السؤال للمشاهدين من هو المسؤول عن هو فهم صناعة ثقافية من هو المسؤول عن تسويق الثقافة به اللي كنا قبل شاهدين أخبار عن عودان الثقافة عنها من وسائل الربح المادي إذا بعد التسويق اللي يالله يالله حد يعرف الكيفية أنا طارح على الحاضرين هون من يلا يعدل وكيفية شنو إلى عاد يقدر يفيدونا به وشكر. نعم الأستاذ أبونا عمر لي تحدثتم عن لا مركزية في على مستوى المهرجانات وعلى مستوى بعض الفعاليات الثقافية فيما يتعلق بالمكونات الاجتماعية الموريتانية كيف تعاملت الاستراتيجية هذه الاستراتيجية مع هذا التلون هذا يعني هذه الثقافة تكاد تكون الشاملة أو المتكاملة. نعم فعلاً تطرقنا لموضوع تعميم لمركزية المهرجانات ونخص بالذكر هنا أيضاً أن الاستراتيجية تقرر أيضاً تخصيص مهرجانات للضفة هي في حد ذاتها فرصة لتبادل ثقافي ومعرفي و يعني إحضار يعني مشاركة للجميع. نعم. ومثلاً المجتمع الموريتاني محظوظ أنه مجتمع مسلم 100%. وبالتالي هناك الثقافة المشتركة هي الثقافة الإسلامية التي طبعت أخلاقياتهم وطبعت عاداتهم. وطبعت كذلك ايضا حتى علاقات بعضهم مع بعض تاريخيا وحاضرا وايضا مؤشرات لتقويه الصله في المستقبل وهذا الاستراتيجيه تبنت افكار تعمم هذا الوعي وتهتم بمجالات ترقيه اللغات الوطنيه وتشجيع جميع أنواع الثقافة مما سيشكل من خلال المراكز الثقافية التي تنشأ في الولايات أنها تكون فضاءات يلتقي فيها مجتمع الموريتاني بجميع تشكيلاته جميع كوناته كلهم سيشاركون في هذه المراكز التي تنشأ في الولايات بالإضافة إلى المهرجانات التي تم توسيع دائرتها حتى تعم الفائدة معناها هناك توجه كبير وواضح وصريح خلال الاستراتيجية إلى إيجاد المشتركات وتفعيل هذه المشتركات وإحيائها لأن حقيقة التفاهم بين المجتمع الفنون والمجالات والأعداد والأمثال والحكم وغيرها هذا يساهم في تقوية اللحمة الوطنية نحن تجاوزنا مرحلة ما كان يسمى بمشكلة ثقافية ووصلنا إلى مستويات أخرى تداخل ثقافي وتفاهم على لغة عربية توحد الجميع وإعطاء فرصة لترقية اللغات الوطنية وتوظيفها واستغلالها في قضايا التنمية المختلفة هذه كلها قضايا يبدأ الاستراتيجية لم تغفل عن هذه القضايا الموحدة والتي تكون مشتركات مهمة في صناعة الإنسان الموريتاني المتوازن المتماسك المنسجم. نعم أستاذ الخليل النحوي ضمن هذه الاستراتيجية هناك دعوات ومبتديات ستستضيفها موريتانيا ستستدعي فيها عوالم أخرى ماذا عن الثقافة في بعدها الإعلامي أو الدعائي ترويجي؟ لا أحب مصطلح الترويج نعم.
صحيح هنالك تسويق لا بد منه، وخير التسويق ما كان تسويقا للثقافة لأنها حرية بأن تسوق، ولذلك مسوقات كثيرة هي خير سلعة تسوق لأنها للأقل سلعة مستدامة. نحن شعب وطن رأس ماله الأهم والأساسي رأس المال الثقافي، وحين نتكلم عن رأس المال الثقافي نتحدث عن كنوز متاحة، ذروة كبيرة، تراكم من العطاء العلمي والأدبي والثقافي والفكري والفني لأجيال من الموريتانيين. هذه ثروة بأيدينا، هذا رصيد جاهز. نحن بحاجة فعلا إلى كل الوسائط الإعلامية وخاصة الإعلام الشبكي الذي كاد أو هو في طريقه ليسحب البساط من الإعلام التقليدي الذي نحن الآن في تحت قبة من قبابه، بحاجة إلى أن نستخدم هذا الإعلام في التسويق، في تسويق رأس مالنا الثقافي. نعم عفوا أستاذ، هذا بشأن تسويق الثقافة نفسها، ولكن أن تكون الثقافة تستخدم كوسيلة دعاية للبلد بشكل عام، دعاية اقتصادية، دعاية يستفيد منها البلد في جميع المجالات. عندما تسوق الثقافة أنت تلقائيا تسوق البلد. الأستاذ محمد أشار آنفا إلى هذا السباق الذي يحصل كل سنة، نحن نحصد الجوائز والمراتب المتقدمة في مهرجانات الشعر العربي. صحيح. روايات لروائيين موريتانيين تحصد الجوائز، أيضا مشاركات في حقل السينما حصد فيها موريتانيون جوائز. هذا كله تسويق، وتحية بالمناسبة للفتى الذي رفض الجلوس على الشطرنج مع خصمه الصهيوني. هذا كله تسويق للبلد، هذا بلد يقدم نفسه. ها أنا، إن الفتى من يقول ليس الفتى من يقول كان أبي، لكن دعني أذكر بأننا من أجل أن نستثمر رأس المال الثقافي الذي هو بقية ما تركه الأولون، وعلينا أن نضيف إليها من عندنا ولا نتكل على ما ونتكئ على اشترار تلك البقية. نحن بحاجة حتى نسوق رأس مالنا الثقافي، بحاجة أيضا إلى إنتاج ثقافة جديدة، ولا أتحدث عن البعد السلعي. نعم ينبغي أن نهتم بالصناعة الثقافية وخاصة في بعدها الرقمي الذي نستطيع أن نسابق به ونساوق به وأن نسد به الفجوة، لكن نتحدث عن القيم لأننا بين مسارين، مسار نسوق به ثقافة ومسار ننتج به ثقافة. الثقافة ليست لونا واحدا، وليست كلها موروثنا الثقافي، ليس كله كنوزا من الذهب والماس وهذه الثروات العظيمة التي نحن بحاجة إلى أن نبني ثقافة الإنتاج حتى نصل إلى إنتاج الثقافة وتسويقها بشكل مناسب. وثقافة الإنتاج عندنا بحاجة إلى لفتة خاصة. ثقافة الإنتاج هذه الثقافة، أو ثقافة الاقتصاد هذه الثقافة التي تغرس قيم الحكامة، الحكم الرشيد، والذي يساعد في الحد من هدر الأموال والممتلكات وفي حسن تدبيرها وحسن تثميرها. هذه الثقافة التي تغرس فينا روح العمل حتى نصبح شعبا عاملا منتجا، قيم العمل، قيم الإنتاج، قيم الإنجاز، قيم الإتقان. هذه قيم ثقافية لها مردود مادي مباشر. قيم الأمانة، كيف يتعامل التاجر بأمانة،
مع مورد معين في أي بلد من بلدان العالم، هذه قيم ثقافية لها مردود اقتصادي مؤكد، وكلما غابت قيم الترشيد أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول ودمرناها تدميرا. هذه ثقافة البطر وثقافة الفساد وثقافة الترف، وكذلك ثقافة الارتخاء والاستهلاك والتطلع إلى الكسب السهل والسريع، هذه قيم ثقافية سلبية علينا أن نحاربها ونكافحها ونبني على أنقاضها قيما تعيننا على إنتاج ثقافة، وتعيننا على أن نجعل ثقافتنا عموما ثقافة إنتاج وإنجاز نستطيع حينئذ أن نضاعف بها القيمة المادية وليس الرمزية فقط لرأس مالنا الثقافي. نعم أستاذ دكتور محمد الحضانة، في دقيقة أو دقيقتين، ما الجديد في هذه الاستراتيجية تطرقنا له، لكن ما الخطوة الموالية في هذه الاستراتيجية؟ الاستراتيجية أرادت وزارة الثقافة أن لا تكون استراتيجية مرتجلة، وأن تكون نابعة من الخبرة بالجهة وهي الخطة، وأن تكون أيضا تثرى من طرف الفاعل الثقافي، لأن صاحب التجربة وصاحب الفعل الثقافي هو الذي يحدد النواقص ويجتهد في تجاوزها ويعرف الحلول، وبالتالي فلا يمكن تجاوزه. وإذا كانت وزارة الثقافة قد دعت أغلب الفاعلين الثقافيين أو نموذجا منهم على الأقل، وأرادت أن يبلغ الحاضر الغائب في هذا الصدد، وأرادت أن تخلق دائرة اهتمام بالثقافة، وهي دائرة كانت معدومة لأن الصانع الثقافتي كان خائب الأمل، كان محطما. هذه الوزارة أرادت أن تخلق الأمل وأن تطرح الفكرة. نعم. وفي النهاية ثمة ضمانات أيضا. نعم. لتنفيذها. نعم، شكرا جزيلا لكم، الوقت انتهى، أصبح الآن في صالح نشرة الأخبار. أشكر في ختام هذه الحلقة السادة الدكتور محمد الحضانة، الأستاذ بونا عمرلي، الأستاذ خليل النحوي، والأستاذ محمد فاول عبد اللطيف، والأستاذ القاضي محمد عينة، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.